للزميل العزيز عبد الله العلي، شكرا كذلك للكباتن هنالك في الاستوديو التحليلي الكابتن محمد حماده والكابتن مبارك مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الاكارم، اينما كنتم واينما كانت مواقعكم، هنا عبر قنوات بي ان سبورت، هنا في هذا الحدث الكبير، هنا في المباراة النهائية لبطولة العالم للشباب، هذه البطولة التي بدأت عزيزي المتابع هنالك في 23 من مايو من الشهر الماضي، تختتم هنا في هذا المساف 15 من يونيو، من يونيو الحالي، هنا في هذه المباراة التي لعبت منها 51 مباراة، تلعب هنا المباراة 52 وهي المباراة النهائية، والتي من خلالها سنتعرف على بطل جديد هنا في هذا المساء من بولندا تحديدا، البلد المستضيف لهذه البطولة، البطولة التي امتعتنا منذ بدايتها، استمتعنا بكل تفاصيلها على مستوى دور المجموعات وبعد ذلك الأدوار الحاسمة لهذه البطولة طبعا، التي سجلت فيها العديد من الأهداف وحدثت فيها عزيز المتابع الكثير من الأحداث الجميلة جدا في عالم كرة القدم. سهلة مع حارس المرمى، إذا 149 هدف، وبالتالي الهدف رقم 50 هنا بعد 100، يا له من هدف سيكون من حيث الأهمية بالنسبة لهذه المباراة التي تجمع المنتخب الأوكراني بالمنتخب الكوري، هنا الكرة الأوروبية ممثلة بالمنتخب الأوكراني والكرة الأسيوية ممثلة بالمنتخب الكوري الجنوبي في هذه المباراة، المنتخب الكوري طبعا الذي يتواجد على يمين الشاشة، بينما في الجانب الآخر المنتخب الأوكراني الذي يتواجد على اليسار، بالتالي مباراة كبيرة تنطلق في هذا المساء عن الهدف. أوه، على كرة منذ البداية، ولكن حكم المباراة طبعا القاضي الأمريكي السيد إسماعيل الفاتح يفتتح هذه المباراة بالصرامة الكبيرة، وبالتالي أمر بالاستمرار لا وجود لشيء، هكذا هو القرار المتخذ من جانب حكم. يبدو لي أن هنالك حالة دس، وبالتالي ما هو القرار؟ لكن حالة الدس فيما لو احتسبت أين ستحتسب؟ هل خارج منطقة الجزاء أم داخل منطقة الجزاء؟ ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الكوري منذ البداية مشاهدين الكرام، تأتي الإثارة من هذه الكرة، تقدم تركيز هنا في هذه اللحظات، تقدم، الله، مصلحة المنتخب الكوري، المنتخب الكوري يتقدم بركلة جزاء تترجم هنا بطريقة مذهلة، لاحظوا الله 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 الله، ستاي اشفيلي وبوليستا بالرقم 10 وهنالك سوبرياتيسا، وكما تعلم يعني وضعية التأهل ووضعية الوصول على في الخط الخلفي في 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 وضعية شوط المباراة الأول وكذلك في الشوط الثاني، إذا ما استمرت الأمور بهذا المنتخب الأوكراني، تقدم هنا، يأتي المرور، وهنا ماذا؟ الصافرة موجودة، خطأ لمصلحة المنتخب الأوكراني، صافرة لمصلحة المنتخب الأوكراني طبعا بأمر من حكم المباراة الحكم الأمريكي السيد إسماعيل الفاتح، بالفعل كان الخطأ موجود، وبالتالي المنتخب من أخبار هنا في هذه المباراة، الله، على كرة، أوه، على كرة من بعيد، كرة من بعيد عن طريق اللاعب بوليستا بقدمه اليمنى كاد أن يأتي بكرة كما يريدها، لكن المنتخب الأوكراني منتخب عنيد وقضى بمتابعة كبيرة جدا، والبداية كانت على مستوى بهدف مقابل شيء، وعبر المنتخب الأرجنتيني بهدفين من قارة أمريكا الجنوبية والمنتخب النمساوي والفرنسي والهنغاري على مستوى دوري المجموعات، هنا الكرة تلعب ولكن تتخلص، هذه 77 الكرة لعبت للأمام، هنا خطيرة ولكنها مرت، الممتاز، أوكرانية خالصة إلى الأمام، تلعب كعرضية ولكنها لم تكن مصر العربية في عام 2009، كولومبيا 2011، تركيا و5 كندا 2007، جمهورية لا يبالغ في مسألة طبعا الوصول، لأن المبادرة ألكسندر بيتراكوف وكذلك تشونغا جونغ أمامية منتخب أوكرانيا، أتقدم إلى الأمام وأنا طبعا في وضعية مريحة إلى حد اللحظة من را في 12 مرة، آخرها في عام 2012، أولها في عام 9.
الكرة تلعب إلى الأمام داخل منطقة الجزاء ولكن تتخلص. هذه المهمة الكبيرة التي تلعب هنا، أوكرانيا تتزعم هنا المباراة، تسيطر على وضعية المباراة، وهذا الدفاع يعني الدفاع المحكم، الدفاع المحكم من جانب الكوريين. كرة ملعوبة إلى الأمام ولكن اليقظة الدفاعية والزحلقات الصفراء التي قد تضر بأداء المنتخب الأوكراني يحجم كثيرا من إمكانيات المدافع، هذا أمر مؤكد. هي الأفضل في بالنسبة للكوريين، هنا تصويبة لكن إلى وبحثا في الوصول، خطيرة خطيرة من هذا المكان، لا تزال لا تزال لا تزال، الله لا تزال لا تزال لا تزال، هذا يعني يحدث الزلزال، الزلزال هنا في الشباك الكورية، التعادل يأتي وتعود المباراة إلى بدايتها، إلى طبيعتها، إلى وضعيتها في بداية المباراة، التعادل هنا، لكن لاحظوا 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 لاحظ يعني تقدم هنا، تقدم هنا، مرور هنا، محاولة هنا ولكنها مرت بالطول وبالعرض، استطاع أن يسيطر على الكرة، استطاع المباراة تلعب هنا إلى الأمام، تقدم من الجهة اليمنى هنا العرضية، الخطر الأوكراني كاملة كاملة كاملة، كرة ملعوبة أمامية في هذه اللحظات والأمل، ويشكل الدفاع المحكم لأن لا تتضاعف الأمام لمصلحة المنتخب الكوري، ترسل كرة أمامية ولكن تتخلص، يلعب الكرة إلى الأمام المنتخب الكوري، يا سلام يا سلام يا سلام، داخل منطقة من الأردن في هذه البطولة إلى جانب الحكم، على كرة تقدم هنا، الكرة ملعوبة إلى الأمام، سيصوب يفعل ذلك، ولكن نيجيريا في نسخة نيجيريا بالرقم 7 إلى خارج أرضية الملعب، رمية المباراة من شوطه الأول أيضا تقول بأن المنتخب الكوري يملك إمكانيات، خسر المنتخب البرتغالي أمام البرازيل، خسر أمام الفريق على حساب الآخر، قد تكون لكوريا تصويب، الله أوه على كرة جميلة جميلة جميلة، حتى وإن كانت مرتفعة عاليا لكن جميلة في كل شيء، سيهون بالرقم 9 أطلق كرة هنا إلى خارج النهائية من قارة آسيا، لكن لا نعلم ما إن يعني أسبانيا ألمانيا إنجلترا وفرنسا، بينما من الجانب الآسيوي جانبها منتخبات كبيرة جدا. الكرة ملعوبة إلى الأمام ولكن أول محطة احترافية في مشواره قادما من الدوري الأوكراني، توفر له القرار المناسب في عملية الاتخاذ، قد يصوب يفعل ذلك، يشكل خطر الآن، خطر الآن، أوه 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 الشمشون الكوري الذي سيطر وهيمن على القارة، طبعا أتحدث هنا عن القرار المتخذ هنا، تصويب يؤكد ويأتي بالدلالة القاطعة على قيمة قبل الأسماء الكبيرة، وهنالك الله مصلحة المنتخب الأوكراني، الأوكراني هنا يتقدم والكوري يعاني 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 مما سبب المنتخب الأوكراني، التقدم كان موجود والروعة كانت مصاحبة لهذا التقدم، بالفوز على تشيلي 4-2 وهي أول مباراة هنا، الكرة تلعب للمنتخب الأوكراني، يا لها من مباراة كبيرة تقدم من جانب هذه الأهداف، ومن ثم طبعا أتى التعادل أيضا مع المنتخب الأمريكي، الكرة ملعوبة في هذه اللحظات، تقدم خطأ 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 من هذا المكان، تصوب لكنها مرة تعدت إلى خارج أرضية هنا في هذه المباراة، خطيرة 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 خطيرة، لا تزال مستمرة، والخمسين من عمر شوط المباراة الثاني في هذه المباراة، وللعيد الهجوم من ثم الهجوم من ثم الهجوم ولا غير ذلك، سجل الآن منتخب أوكرانيا الهدور للطرف الآخر، وهذا ما فعل منتخب أوكرانيا من خلال الاستفادة، الطريقة المثالية الذي ينبغي اتخاذها منهجا بالنسبة لكل منتخب الكوري لضمان الكرة، لضمان الحفاظ على الكرة، لكن الآن كرة طويلة، الله 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 الله، الكرة من الجهة اليمنى هنا، الله أوه يا جماعة، هذا تصدي البطولة، تصدي مرة أخرى، لا تزال لا تزال لا تزال مستمرة، قد يأتي الحدث هنا.